بكم فتشرح حول ديجيتال اوشن ابس. ابس هو واحد سيستم كي بيرمي دو ديبلوي لي زابليكاسيون في الكلاود ديجيتال اوشن، اما من الكود سورس ولا من اون ايماج دوكر. في هذا الاكزامبل غادي ناخد اون ايماج من دوكر هوب. سيت اون ايماج لي بيرسونيل، ها هي هذا الكونت ديالي تاع دوكر هوب. سيت اون ايماج لي سامبل البين اكسبريس، فيها جوست نوت جي اس، و اكسبريس هي واحد لابي لي تاتروتورني البروسيسور اللي كاين في لا ماشين. ها هي لا تيست كما تلاحظوا. تنكري واحد الدوسي و تنكوبي الكونتوني لابليكاسيون، تنانستالي نوت جي اس و تنكسبوزي هاد البورت 8080. اون فوا تنكونيكتا مع هاد البورت، يرتورني لي واحد جيسون كي كونتيان لا ليست ديال لي بروسيسور لي كور اللي كاينين في هاد لا ماشين. وهاد لابليكاسيون سي جوست بور تيستي. هنا غادي ديفينيو الكونت ديالكم تاع دوكر هوب اللي هو سيمو اي تي. خصكم ديجا تكونوا كري تعرفوا تكريو اون ايماج كاستم في دوكر وديروا ليها دوكر بوش. وغادي نديفيني اشنو خصني نديفيني لو نو ديالها اللي هي البين اكسبريس لاتيست. البين اكسبريس لاتيست، لاتيست هو الطاق يعني خصو يكون هنا. نجي للنكست. انا اديتي الداتا سنتر، نديرو هذا سيف. غادي نلقاو مشكل في اللوغين حيت هادي سي اون ايماج لي بريفي. غادي نحاول نرد هاد ليماج، نردها بوبليك. نو جو بونس راهي لي ديجا بوبليك، ما غاديش تحتاج هاد ليماج، ما غاديش تحتاج لي زاكسي. يسوفي نترميني ديبلوامون، الثمن ديالها 24 دولار. كرييت ريسورسز، نتسناو هاد ليماج تبيلدي deploy. Voilà, successful. Overview. هنا لو بري ديالها في الشهر هو 24 دولار. فوالا، تترتورني نو غادي تسمحوا ليا فهاد ليماج تترتورني فقط الهوست نيم ديال لا ماشين، ماشي لا ليست ديال لي بروسيسور. هاد ليماج راه ديجا السورس ديالها كاين في جيت هاب.
ديجا السورس ديالها ها هو راه كاين في جيت هاب OSCPU. وهنا اكسبريس ايماج تترتورني الهوست نيم. يعني كاينين دوز ايماج تنخدم بهم بوغ لو تيست. الاولى تترتورني لا ليست لي بروسيسور، والثانيه هي اون ابليكاسيون لي تترتورني او اس هوست نيم. اذا جيتو هنا نوت جي اس هوست نيم طيحت هنا الهوست نيم ديال هاد لاماشين. في هاد الحاله هو هذا، وفي لو كا ديال الكلاود تي روتورنا سميت ليماج سيمو اي تي البين اكسبريس، وهذا الاي جي. هاد الاي جي خاص بديجيتال اوشن. كيفاش تي جينيريو جي اوكين ايدي. كما تلاحظوا في هاد ليكزامبل فهو ساهل، تي بولي ليماج من دوكر هوب وتي ديبلويها في ديجيتال اوشن بسهوله. ليماج تترتورني هوست نيم او اس هوست نيم. وهذا هو الدوكر فايل ديالها مبازي على البين. تكري دوسي تي انستالي نوت جي اس ان بي ام سي دي ان بي ام انستال باش انستالي الاكسبريس و لي موديول. ها هما يعني لا ديبوندونس ديالها هو اكسبريس جي اس. من بعد تي اكسبوزي هاد البور 8080 و اون فوا غنتكونيكتو معاها غيروتورني لينا هوست نيم. فهذه هي لابليكاسيون. تقدروا تعطيوها اي ابليكاسيون في اما في جيت هاب ولا جيت لاب ولا سيبورت حتى هادو الريبوزيتوري الخاص بديجيتال اوشن. كما تلاحظوا فهو ساهل للغاية. دخلنا فقط اليوغال تاع لابليكاسيون اللي ديجا دوكيريزي و ديبلويها في الكلاود ديجيتال اوشن. وشكرا.